اولا انا احب اشكر مركز الحوت والكابتن حماده والاخوان اللي ما قصروا، فريق زعاب اللي موجودين في الرحله، نشكرهم لحضورهم، نشكرهم لانضمامهم للفريق، ونتمنى لهم ان شاء الله النجاح وغوصه ان شاء الله يستفيدون منها، وهذه اول غوصه خارج الامارات مع فريق زعاب، وان شاء الله تتوالدوا. الشيء اللي دفعني انضم الى الفريق ما شاء الله العدد، ما شاء الله الشباب واللمه طيبه، والحافز من الشباب والمعنويات اللي كانوا يعطونا اياها عن رحلاتهم وغيره في الغوص من هالامور. ما شاء الله اليوم شفت العدد كبير وغيره، يعني حماس وتشجيع من عندهم، وقلنا يلا خلنا خذوا وياهم هاي المغامره الطيبه. استعدادات من ناحيه التصوير، من ناحيه الرحله، من ناحيه كل شيء مستعدين من شهر.
حسيت الجرم تعتبر من اكثر الفرصات اللي قلنا علشان انت بتعملها على غصتين علشان طول المركب
يوم واحد يكفل لك ذنوب سنتين، سنه سابقه وسنه لاحقه، ونستغفر العشر بالمحافظه على الصلوات الخمس في جماعه في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: